ورجعنا لكم في ريمونتادا ساخنه جدا. كابتن احمد الطيب بشعار ان عدتم عدنا. احنا اتكلمنا في حاجات تخص ليه جمهور النادي الاهلي الهاشتاج بتاعه كان مبرر. سكتنا الحلقه اللي فاتت ما اتكلمناش، افتكرنا الموضوع خلص. منتخب مصر بيلعب، كابتن احمد الطيب مش قادر ينسى جمهور النادي الاهلي، بيسيب سؤال يخص منتخب مصر وبرضه بيتكلم عن النادي الاهلي. نروح ونشوف الفيديو. بعض الجماهير الاهلي يعني ممكن تكون فاهمه غلط. انا سمير كمونه كابتن. انا عارف يا كابتن يا حبيبي، يعني موفق تملي وتملي كده، انت عارف يعني بيبقى في حد لازم يقول لك ده يذيع وده ما يذيعش، وده بتبقى موجوده في اي حته في العالم. عادي عادي جدا، حبايبنا ومننا طبعا وعلينا. المشكله بس ان بعض الناس اللي بيبقى لها يعني مقارب خاصه بتدخل العام في الخاص. طبعا. بيحولوا جمهور النادي الاهلي الى ان الموضوع اصبح حاجه شخصيه مش حاجه تخص كيان كبير ولا اخر. فواحد متضايق منك ليك كلمتين معاه مش حلوين، فيبتدي يرمي رميه كده ويسخن ناس وراها مع شويه لجان، هم نفسهم اللي بيقولوا على نفسهم عندهم لجان والى اخره. فتخيل من امتى جه الزمن، جه الزمن اللي يتقال على معلق بلاش يعلق ويتعمل معرفش ترند ومش ترند والكلام ده كله. يعني كمية الإصرار على الإقحام نفسك في مشكلة مع النادي الأهلي واضحة وصريحة. أنت بتقول إن جمهور النادي الأهلي ابتدع فكرة كأنه بيعمل ترند بيتكلم على معلق. أولا ملناش علاقة بغيرنا، لأنه شأن خاص بجمهور الزمالك إنه كان يعمل هاشتاج بيرفض فيها تعليق كابتن عصام الشوالي على مباراته، وده شأن يخصه. إحنا كابتن عصام الشوالي كان ليه وقع في مباراة الترجي وتعاملنا عادي لأن الشيء فني. فاذا هنا في موضوع مش فني. اصرارك على فكره لجان دي بقت الاجابه اللي عند اي حد مش عارف يرد على اي حاجه، فيبدا على طول يصدر كلمه اصل دي لجان الكترونيه بتهاجمني. لجان الالكترونيه بتهاجمك ما اعتقدش تسبب لك الغضب ده. قبل كده قلت ان فوز النادي الاهلي بمؤامره بدوري ابطال افريقيا، لما قلت ان خساره الزمالك لو حصلت لافريقيا مؤامره، اذا المنطق بنفس الاستدلال يبقى فوز النادي الاهلي نتاج مؤامره. قلت على كابتن محمد الشناوي واستعرضنا لاعب عنده مشكله اخلاقيه وذهنيه. طيب تعالى بقى نروح لايه الوضع الحالي، يعني كمان في حاجات تانية بما انك انت مصمم ان جمهور النادي الاهلي بيتجنى عليك. خليني يعني خلينا خاطب الكابتن احمد الطيب نفسه، يعني الكابتن احمد الطيب لو هو بجد عاوز يقيم مكانته عند اي جماهير اي جماهير انديه ويحاسب او يحسن من علاقته بيها، المفترض يستبعد فكره اللجان ويشوف بجد هو ليه انا عندي مشكله مع جماهير النادي الاهلي، ليه واصل للناس ان انا على مشكله مع جماهير النادي الاهلي. هل يا كابتن احمد عشان انت زملكاوي ولا مش زملكاوي؟ نشوف اسباب مشاكل الكابتن احمد طيب اللي محتاج يراجع فيها تصريحاته، بعيدا بقى عن فكره البوست والشير والكلام ده، لان قال بعض الناس بتعمل لي اكونتات مضروبه وحاجات من هذا القبيل، وهو عارف الكلام اللي بيكتبه كويس على الفيسبوك. والحقيقه انا اتمنى للكابتن احمد يراجع نفسه، بس نشوف الاول هو ليه جماهير النادي الاهلي واصله مع الكابتن احمد طيب للحاله دي. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. انت بتدي الواحد حقه بس بيتقال عليك متحيز. لو انا حيادي، الحيادي بيتقال عليه متحيز. طالما هتتكلم عن نادي الزمالك او تحكي عن نادي الزمالك اللي هو حقه كفريق متصدر وتحكي براحتك، بتبقى انت متحيز او انت متعصب او انت منتمي او انت زملكاوي. يا اخي انا زملكاوي، انا عضو في نادي الزمالك. انا عضو في نادي الزمالك على فكره. عضو عامل في نادي الزمالك انا واسرتي بالكامل. ايه المشكله؟ وانت بتعترف ان انت زملكاوي؟ انا اسماعيلاوي 100% وسويسي بلدي. الزمالك عندي اصبح يعني ضعف اضعاف 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 من مكان. انت عم يعني على فكره انت ليك حاله جوه جمهور نادي الزمالك. من حقك طبعا تعلن انتمائك، ونتمنى طبعا ان يكون في ثبات عليه. واوعى يا كابتن احمد تظن ان فكره ان المشكله ان انت ميولك او انتمائك للزمالك، لان الحقيقه الكابتن حماده امام رحمه الله عليه كان معلق زملكاوي بينال الحب والاحترام والتقدير من جماهير النادي الاهلي، ومفيش اي مشكله ابدا. والجيل القديم اللي زي حالاتي اتربى على الكره في الاسبوع مع الكابتن فايز الزمر شديد الزملكاويه، راجل ينال كل الحب والتقدير والاحترام لدى جماهير النادي الاهلي. المشاكل يا كابتن احمد من تصريحاتك اللي بالفيديو اللي حتى وانت بتقول انا زملكاوي قدر يثبت عليها؟ لا خالص.
كابتن احمد الطيب حسب الموقف، اعلامي زملكاوي اكيد هقول ان انا عضو في نادي الزمالك وحب الزمالك تضاعف في قلبي وموسيقى خياليه في الخلفيه. ولكن لما نروح بقى لكابتن احمد الطيب لما قال ان حظوظ الزمالك كانت 70-30، نشوف برر ده ايه لما اتقال له انت بتقول كده عشان زملكاوي. نشوف الفيديو. وليش هرد لك الكابتن احمد الطيب؟ ليش هرد لك الكابتن احمد الطيب؟ لانه هو سبق وقال انني انتمي الى الثالثه شمال، واليوم كل الثالثه شمال فرحانين ببطوله افريقيا بكاس الابطال. والكابتن طيب هذا لا يعني انتمائه هو ايضا للثالثه يمين، يعني يجب ان يفتخر كان بانه زملكاوي. الله، لا انا قلت لك ان انا، انت قلت ان انت اهلاوي، احنا هنا مش برنامج فضفض، احنا بنحلل الكوره. انت اخترت كده خلاص، مالكش دعوه بغيرك بقى، مالكش دعوه بفلان تبع ايه ومش تبع ايه. ما كنت قاعد جنبي هنا وحلو زي الفل لما بعدت مالك. ولكن تحليلي حبيبي والله نفس الدرجه بتاعت حماس الشخص اللي بيتكلم ان هو عضو في الزمالك وحب الزمالك تضاعف في قلبه، نفس الحماس وهو بيؤكد ان الموضوع ملوش علاقه ان هو زملكاوي وان مين قال لك ان انا زملكاوي، ولكن حسب الموقف. هو نفس الكلام اللي بيصور له مواقف تخص الجمهور ملهاش اي اساس من الصحه. خلاص خلينا نتفق ان الكابتن احمد زملكاوي باعترافه مع مذيع زملكاوي، لكن الحقيقه احنا قلنا ده برضو مش هو سبب المشكله. المشكله هي تبني وجهات النظر اللي بتكون خارجه عن المنطق، ومش عايزين نرجع لموسم 2011 بعد مباراه الزمالك والمقصه لما احتسب خطا تحكيمي لصالح المقصه. الكابتن احمد الطيب طلع قال خلاص الدوري انتهى، مع ان الاهلي والزمالك كانوا تساوي في عدد النقاط، وان الكابتن احمد الطيب ما شافش الاخطاء التحكيميه اللي استفاد منها الزمالك في الدوري ده. فده طبعا موضوع يخص او موجه الجماهير، مش كده وبس. في الدوري اللي هو دوري اللذيذ على راي الكابتن سعد عبد الحفيظ، الكابتن احمد الطيب كان له ايضا اراء مع موجه جماهير نادي الزمالك في فكره المؤجلات. نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. هل يصح او يصح ان فريق يؤجل له 8 او 10 مباريات لمجرد انه بيشارك في بطولات اخرى؟ يا سيدي الفاضل، الدوري الانجليزي في البوكسنج داي بيلعبوا 4 ماتشات في 10 ايام صحيح، وبيشاركوا في دوري ابطال اوروبا وفي كاس الرابطه والمحترفين، محدش قال انا عندي ضغوط. وبيسافروا ويروحوا وبييجوا. السفريات في افريقيا اطول، لكن طالما هي اطول وهتمشي هنا يبقى مشيها على هنا. طب ما هو الترجي حصل مع نفس الكلام، هي كانت ماشيه على الكل والله يا كابتن احمد، بس حضرتك اللي ما كنتش شايف انها ماشيه على الكل. منطقي جدا لما يبقى النادي الاهلي عنده مباراه يوم السبت مع الاهلي والترجي، وعنده مباراه في الدوري مع الاهلي الاهلي والداخليه، البديهه يا كابتن احمد ان انا مش هلعب مرتين. موضوع 98 ده عملناه مره واحده لما لعبنا في القاهره وفي المغرب، مش هعمل الفرقتين انا يا كابتن احمد عشان بشارك في كل بطوله. فالطبيعي ان انا لما يكون عندي 6 مباريات يا كابتن احمد، 6 مباريات بتتعارض مع مواعيد 6 مباريات في دوري ابطال افريقيا، لازم طبعا اجل النادي الاهلي. لما يكون عندي، بالمناسبه هم 9 مش 8 يا كابتن، لما يكون عندي 3 مباريات بين دور الثمانيه مع حريق نكري اللي بين المباراه الذهاب والاياب اسبوع، ما لازم اريح النادي الاهلي. واللي حصل مع نادي الزمالك، تعرف بقى انت يا كابتن احمد ان نادي الزمالك لما وصل لنهائي افريقيا، مش بتاعه القاضي مجدي افشه، لا 2016، كان الدوري اتلعب منه 5 اسابيع، نادي الزمالك اتاجل له من ال5 اسابيع، لا خلينا نقول نادي الزمالك لعب من ال5 اسابيع اسبوع واحد فقط لا غير. النصر للتعدين، وكان اعلام نادي الزمالك بيطالب بتاجيل المباراه، يعني ما كانش عاوز يلعب. فعايز انت دوري بدا يوم 28 فات منه 15 اسبوع، النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا والبطوله العربيه ومستعجب ان في تاجيل؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه يا كابتن احمد، اللي بيوضح ان تصريحاتك مش منصف. لا ده هنا مش وجهات نظر زملكاويه بس، ده وجهات نظر بعض الزملكاويه اللي احنا عارفين ان دايما بيرددوا مغالطات. يعني كمان انت بتصنف نفسك مش بس زملكاوي، ده انت زملكاوي بتنتمي لمجموعه معينه من السلوكيات. بس كمان الفيديو اللي جاي ده لما تربطه مع الفيديو اللي قبله هتتاكد ان الموضوع لا يقبل مجال للشك ان كابتن احمد الطيب عنده مشكله مع النادي الاهلي. نروح ونشوف الفيديو. وكانت طالما في القانون وفي حدود المسموح به، وده اللي عمله نادي الزمالك، كانت ضربه معلم طبعا. طبعا يا احمد الموضوع ما كانش سهل ابدا. ومن قسوته النادي الاهلي زعل من عبد الله السعيد وما استفادش منه. ودي كانت غلطه تاني للنادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير
ونادي محترف ويطبق الاحتراف، لكن تعامل بأسلوب الهواية مع هذه اللقطة أو هذا الموقف. النادي الأهلي اللي تعامل بأسلوب الهواة، ولا أنت اللي قيمت الموضوع بعقلية هواة؟ طيب تعال نشوف ببساطة نادي الزمالك إيه اللي حققه مع اللاعب، مجرد صورة. طب النادي الأهلي حقق موقف تاريخي وموقف بتستشهد فيه في علاقتك باللاعبين بعد كده. اللاعب من ساعة ما رحل عن النادي الأهلي لم يحقق أي بطولات. النادي الأهلي بيحقق البطولات الدوري والكاس وبيحقق دوري أبطال أفريقيا باللاعب اللي كان بديل ليه في مركزه، اللي هو بيلعب أساسي عليه دلوقتي في منتخب مصر. إذن بعقلية المحترف، مين اللي استفاد من كل القرار على كل الأوجه؟ هل النادي الأهلي اللي تضرر ولا استفاد؟ أعتقد دي مش عقلية ولا تقييم الهاوي بس، ده عقلية وتقييم الحد اللي ممكن يكون عنده مشكلة فعلا حقيقة مع النادي الأهلي، اللي لا يمكن يوصف إدارته خدت قرار بقرار هواة. قرار محترفين من النادي الأهلي، إن مركز صانع اللعب في النادي الأهلي حاليا نزلنا بمعدل السن، أعتقد لمجدي أفشة إن شاء الله مستقبل باهر في هذا المركز، دليل على جودة القرار والاختيار. لكن موضوع تاني للكابتن أحمد الطيب، وهو حصل فيه لبس، وأتمنى أن هو يراجع التصريح ده تحديدا، لأن ما ينطبق على القنوات الفئوية لا ينطبق على القنوات الرياضية المصنفة قنوات محايدة. نشوف الفيديو ده عشان نزيل اللبس اللي عند الكابتن أحمد الطيب. غريبة على فكرة، حصلت قبل كده برضه كابتن كريم وحبيب وكابتن سمير وكابتن طارق، لو تفتكروا أن الكابتن اللي احنا دلوقتي بنترحم عليه وبنقول من أعظم المعلقين في تاريخ مصر، ما هو مشي من قناة النادي الأهلي لانه انتقد خط وسط النادي الاهلي قبل كده وقال عليه خط وسط الاهلي بطيء، معرفش محمد شوي ولا حسام غالي، مشوه من قناه النادي الاهلي. كابتن محمود بكر كابتن كان بيعلق، امال ايه، كان بيعلق في قناه النادي الاهلي ومشوه من قناه النادي الاهلي عشان قال كلام في انتقاد لخط وسط النادي الاهلي ومشي من قناه النادي الاهلي. كابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو الاسطوره، احد اهم اللاعبين في تاريخ مصر النادي الاهلي، المسؤول في النادي الاهلي وبيحلل مشاكل النادي الاهلي، لما انتقد اداء النادي الاهلي قالوا له لا، يا تفضل في النادي يا تروح تحلل يا كده يا بس. لزيزو تخيل، والكابتن زيزو مشي من النادي الاهلي وفضل انه يفضل يقول الكلمه اللي هو عايز يقولها، اللي ما فيهاش الا كل حب للنادي الاهلي لانه احد ابناء النادي الاهلي المخلصين، ولكن فيها وجهه نظر او انتقاد محترم لموقف فني معين. نزيل اللبس اللي عند الكابتن احمد الطيب. بالمناسبه رحمه الله عليه الكابتن محمود بكر اطول معلق كان متواجد في قناة النادي الأهلي، وبديهي جدا لما تكون قناة فئوية وبيتكرر فكرة أن معلق المباراة لانتقاد اللاعبين وانتقاد المدير الفني، ما كانش موقف واحد، كان أكثر من موقف، لأن الكابتن محمود بكر كان بيتعامل على أنه في قناة محايدة وبعض اللاعبين بدأ يحصل لها بعض الإحباطات، فبالتالي كان قرار قناة فئوية يحترم، لأن أنت المفترض بتدعم ناديك أن عدم تكملة الكابتن محمود بكر. أما اللبس الأزيد من اللازم هي فكرة الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، لأن الأمر مش متعلق بمدى فكرة انتقاد أو عدم انتقاد، لأن ده قرار في النادي الأهلي، بتعمل في النادي الأهلي، بتعمل في لجنة القرى، بتعمل في أي لجنة، أنت في النهاية غير مطالب أن أنت تعمل في الإعلام، وبيتحدد لك القرار وبيتحط قدامك الاختيار، ودي بتحصل كتير جدا وحصلت حتى في اتحاد الكرة المصري مع الكابتن مصطفى يونس. وللأمانة الكابتن طه اسماعيل بغض النظر أن هو كان متواجد في النادي الأهلي فترة، هو اختار الاعلام ومع ذلك علاقته طيبه جدا بمجلس اداره النادي الاهلي، وكمان بيكون في له دور ايجابي النصيحه اللي بياخد بيها الكابتن محمود الخطيب، واعتقد المجلس ولجنه التخطيط اعلنوها قبل كده. فاتمنى يا كابتن احمد يكون مفيش خلط للمفاهيم، واتمنى بجد بجد ان انت تراجع نفسك وتطلع من فكرك حته اللجان، وتبقى عارف ان بالفعل جماهير النادي الاهلي لا تقاد يا كابتن احمد، جماهير النادي الاهلي بتحس كويس قوي بمين اللي عايز يوصل رساله معينه، فبالتالي القرار عندك انت لو عاوز تاخد خطوات او تكسب تاني ارضيه عند جماهير النادي الاهلي محتاج تبذل مجهود اولها تطلع فكره اللي جاي من دماغك. اعتقد ردينا وضحنا، وكل ما يحاول البعض صور ان جمهور النادي الاهلي بياخد مواقف مش مستنده لدليل، هنرد ونقول ان جمهور النادي الاهلي ما بيتحركش لمجرد ان هو بيحب او بيكره.